ما هو رأي سموكم الكريم بالنسبة لمشاركة المرأة في ميدان العمل في المملكة العربية السعودية؟ ما عندي مانع انها تعمل المرأة، لكن تعمل في الحقوق اللي تلاقي في الحقوق اللي تلاقيها. مثلا انك تحط لي سكرتيرة وسطمية رجال، سمعت؟ او تقول اروح سوقي كاميون ولا قلابي، سمعت؟ درسة معليش، مرشدة معي معليش، مرة معليش، دكتورة معليش، وكثر خيرها هي عليها. واجب اهم من كل الاعمال اللي احنا نعملها يا رجال. انا عندي هي اهم من الجندي اللي في الميدان، واهم من الدكتور اللي في الجامعة. عليها تربية جيل وخلقة، فاذا شغلناها عن بيتها وعن تربية هالجيل هذا، هدمنا الحياة في الامة وطلع جيل فاسد زي ما احنا شايفين في العالم. نعم، الان عم يتراجعوا عن هذا. احنا نجي ناخذ تجاربهم اللي هدلوا عنها وشافوا ضررها. حرية المرأة، ايش في ضرر على حرية المرأة؟ حريتها وشو في ضرر؟ انتوا شايفين شيء؟ ها؟ ولمها تسافر وتروح وتجي وتاخذ اجازة زي الراجل، ها؟ احذروا هالمبادئ هذه.